الرحمن الرحيم. يمكن للجمعة أن تأخذ مجرى قانونيا وهو حضور 52 من أصل 85. إذن جمعة قانوني وممكن نمشيو لجدول الأعمال. شفت النقاط ديال جدول الأعمال، النقاط جدول الأعمال راه عندكم فيها بزاف ديال النقاط إن شاء الله باش ندوزوها. والآن ندوز الكلمة للسيد الرئيس. شكرا سيد وزير الإعلام ديال المغرب القديم، سيد الرئيس الهيئة، سيد وزير السلطة، السادة أعضاء مكتب اللجنة المؤقتة، السادة المنخرطون، السادة المنخرطون الجدد اللي ترحبوا بهم، الصحافة، الحضور الشريف، الحضور باقي شخصيات مدعومة. اللجنة المؤقتة بعد ما أخذت واحد الفترة قصيرة على رأس ترتيب أولوية الفريق، أرسلت تقديم عند الجهة العام تتمة للجهة العام العادي اللي انعقد في 22/10/2021. ارتأت تنظيم هذا التتمة لتدارس نقطة واحدة من النقاط هي انتخاب الرئيس. رحيم، شكرا للصحافة الرياضية على التغطية متميزة من هذا الحدث اللي كنعتبره هو يوم تاريخي ويوم مفصلي في فريق اتحاد طنجة. انتخاب ديالنا على رأس العريضة ديال المكتب المديري هو تكليف بقدر ما هو تشريف، تكليف نظرا للملفات المتراكمة والمستقبل اللي كنواكبوا في الفترة ديالنا ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. اللي غادي نقول اننا كنوعدوا باننا خدموا بصدق واخلاص ونيه، وان شاء الله الا كان العمل بنيه واخلاص غادي يعطي الثمار ديالو. البوادر ديال العمل الايجابي الثمار ديالو بدينا كنجنيوها. اعدكم باننا غادي نبقاو في حصد هذا الثمار ديال هذا العمل الايجابي مستقبلا ان شاء الله، وغادي يكون على الخير. هذا ما اعد به، وكنطلب من الجمهور الطنجاوي انه يعيد معنا، الا دعم معنا نمشيو مزيان ان شاء الله. شكرا جزيلا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.